ومعانا النهاردة الفيديو الثالث لشحن فري فاير ماكس بخمسة دولار ببلاش من خلال عروض البلي باس. بندخل كده على العروض، هنلاقي هنا وندور على الأسيمة الخاصة بفري فاير ماكس. هننزل كمان هنلاقيها تحت خالص. تمام، عندنا فري فاير وعندنا فري فاير ماكس اهي. تمام، طبعا قبل ما نيجي نشحن بنعمل حفظ. انا خلاص حفظت العرض عندي، هدوس بقى ايه لعب. هنوطي كده الصوت بتاع اللعبة عشان ما نجيلناش ايه حقوق طبع ونشر. طبعا معايا 2559 جوهرة. هدخل كده على الشحن وهدخل هنا على الأسيمة، مفروض بخمسة دولار، انا عندي 4.99 يعني مش هدفع اي حاجة خالص. هدخل كده نتأكد بقى ان الأسيمة متفعلة. عندي اهوت اللي هي الجواهر 520، وعندي المفروض هدفع 0 دولار وخصم لي اللي هو 4.99. تم تطبيق العرض بنجاح. يقتصر العرض على عملية شراء واحدة، ينتهي العرض في 31 اكتوبر. هيقول لي هنا طبعا عندي رصيد بس مش هيخصم منه، هنقول له تأكيد وهنأكد عملية الشراء. طبعا الشاشة بقت عندكم سودة، هنعمل بقى تأكيد اكتمل الدفع بنجاح. بصراحة عروض البلي باص جامدة جدا. الناس اللي عندها عرض البلي باص هتلاقي العروض الأسايم تشحن كل الألعاب اللي هي بتحبها. أنا شحنت امبارح كول أوف ديوت، وأدي كمان هشحن الفري فاير ماكس، وشحنت امبارح برضو الفري فاير. هنستنى كده لغاية ما الجواهر بتاعتنا تنزل. زي ما انتم شايفين كده نزل لنا الجواهر بتاعتنا، وصلت الجواهر معانا ل 3049 جوهرة. ممكن نشحن زي ما احنا عايزين العاب تانية. عندنا كاندي كراش وعندنا العاب كتيرة جدا. العروض حلوة جدا في بلي باص. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.